لسه عم بيرقبوني. أنا عم فتش على الفرح. ستيفاني عطالله ترقص بعد أزمتها النفسية بفرح. فتت بفترة كتير هيك سودة بحياتي. بالفرحة دي كانت ستيفاني عطالة بترقص في العرض الخاص لفيلم فرح في الإمارات، وكانت طايرة ومبسوطة، خصوصاً إن الفيلم ده بيبصر النور بعد أكتر من 3 سنين على تصويره، واسم الفرح أبداً ما بيعكسش القضية الحساسة والمعقدة اللي بيطرحها الفيلم ده. هسه عم بيرقبوني. أنت مش فرح بالفيلم، أنت لينا. أنا عم فتش على الفرح بالفيلم. أنا بلعب دور بنت اسمها لينا اللي هي تين ايجر بتروح على جامعة عايشة حياتها طبيعية عم تجرب هيك تفهم نفسها وين رايحة بالحياة وتحب حالها مثل كل التين ايجرز بالنهاية لحد ما يصير معها كتير مشاكل، مشاكل من المجتمع، مشاكل من العائلة، مشاكل من نفسها. بنوصل لمحل في عندها كتير حواجز هيدي البنت. At some point منفوت معها لدرجة إنه عن جد نحن ما فهمانين شو عم بيصير بحياتها. Is it horror? Is it thriller? What's the story؟ يعني شو القصة من وراء خبرية لينا لحد ما نفهم ان احنا رايحين على محل كتير ديب وكتير قوي. والمكان ده هو الازمات النفسية والمنتل هيلث اللي بتعاني منها لينا في الفيلم ده، وبيطرحها السيناريو بطريقة عميقة ومعقدة قدرت تخلي ستيفاني وصناع الفيلم ده يتكرموا في اكتر من مهرجان في كندا، تشيلسي فيلم فيستيفال وغيرهم كتير. قد ايه لينا عطتك مسؤولية اليوم؟ لأنه من وراء لينا كرمت كتير، أخذت جوائز بمهرجانات عالمية. كل عمل فني مسؤولية، يعني أنت بتعطي من كل قلبك وبعدين بتنطر إيدك على قلبك ناطر لتشوف يا رب يا رب شو بده يصير فينا. الفيلم برم كتير وبعده يمكن عم بيعمل برمة مهرجانات، هلأ منشوف مع المخرجين اللي بيعرفوا أكتر مني بهالموضوع، بس أكيد بيكبر قلبه الممثل لما العمل اللي عم بيشتغل فيه يكون عن جد عم بيلاقي حقه. واللي اسمها فرح في الفيلم هي حسيبة فريحة اللي ألفت العمل وكتبت كل حرف فيه. مش بس كده، فهي كمان المخرجة مع زوجها المنتج والمخرج كينتون أوكسلي. يعني ما شاء الله انت مخرجة وكاتبة وبطلة الفيلم، كيف لحقت؟ ما بدي اقول انه بطلة الفيلم، لا انا مش بطلة، بس في دور صغير. انت فرح maybe بس ايه كاتبة، واجتني الفكرة ب 2014 لما فتت بفترة كتير هيك سودة بحياتي. قريت كتاب اسمه The Biology of Belief من دكتور بروس ليبتون، وهيدا كتير غير نظري بالأمور، وفكرت انه اذا هيدا الكتاب عم بيساعدني بركي بيساعد كتير ناس. How did you direct the movie while your wife is acting in the movie? Strangely those are probably the easier scenes, because when you're directing on your own it's far easier than when you're working with somebody else. So, you know, that's not without its challenges. You feel the emotion. There are scenes in it that are very challenging. وكل مشهد صعب ستيفاني عطالة كانت جزء منه، خصوصا مع حبيبها في الفيلم يوسف بولس. دورك مع ستيفاني تكون انت في علاقة حب بينك وبين ستيفاني. ما بدي اعرف الموفي، بدي اعرف كواليس الدور بينك وبين ستيفاني، انه هي الدور ما كان سهل. امتى فرطتوا ضحك؟ قبل ما اعرف انه ستيفاني هي بطلة الفيلم، رحت على اول كاستينج عملته وما بعرف مين موجود قبالي، وعملت السين والكاستينج دايركتور عملت السين قبالي. لما عرفت انه هي اخذت دور لينا وانا اخذت دور الصحافه، اول ما شفتها قالت لها انت اخذوا الرياكشن دغري، بليز خلون يمضوا. واو دغري اكزاكتلي. هلا رح زد لك الدوز تبع الزبا بلا رح تتحسن.